فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو سلم الشخص عند انتهاء الصلاة تسليمة واحدة ناسيا، فهل يقال إن صلاته صحيحة أم يلزمه شيء؟ إن ذكر قريبا يسلم الثاني، إن ذكر قريبا وهو في مصلاه سلم الثاني، وأما إذا أنه فات الوقت وطال الفصل أو انتقض الوضوء فنرجو أن صلاته صحيحة. نعم.